خويا اش غادي نقول لك؟ بصراحة الفريق الوطني المغربي فريق زوين وتيلعبوا كرة، ولكن مصروف الجيب شوية قاصحة، 100 مليون لعاب، يعني راه 2 مليار ديال السنتيم هذوك، يعني هاد الأموال هادو خصهم يستثمروا شوية في البلاد. لا حقيتاش اللاعبين اللي عندنا في الفريق الوطني المغربي ما محتاجينش بزاف ديال الأموال، يعني هما الله يسهل عليهم مسورين، وحنا كنتمناو يخدموا لينا واحد طبق ديال الكرة ويفرجونا ويخدموا داكشي اللي عليهم. الفريق الوطني المغربي هادشي اللي تنسمعوا حنا، هاد الاموال وهادشي راه بزاف، يعني الفريق راه يعني الحمد لله زياش حكيمي مزراوي، يعني راه لاعبين كياخذوا واحد الاموال طائله في اوروبا، وهذاك ديالهم حقهم هذاك، ولكن الفريق الوطني المغربي خاصك تجي تدافع عليه وتقاتل عليه، وتتفرجوا فيك الناس ما عندهمش تيسمعوا الاموال، يعني خاصك انت تقدم واحد الاضافه اللي الرسالة ديالي للاعبين، هما خصهم يتقاتلوا وعلى الأقل دوزيام تور ولا تروازيام، المهم ما خصهمش يجيو من الأول، إلا جاو من الأول راه غيكون عليهم غضب. السلام عليكم، مرحبا بكم في ساحة جامع الفناء. أخوتي بسم الله، المنتخب الوطني هذه الأموال هذه اللي عطاهم فهي أموال طائلة بزاف. مثلا بحمد حمد الله غادي تخلصها ملياردير، خصو يجي يمثل البلاد بلا والو، خصو يدافع على الوطن والدرابو عادي، هذا أنه خصو يجي يتساعد مع المغاربه وهكا، حيت هو ما مخصوص باش يعطوه هو الفلوس. كثيره 100 مليون ديالات، 100 مليون واش يفطر بها في السعوديه؟ خصو يجي يمثل البلاد بلا فلوس بلا والو، يخدم الوطن ديالو من القلب، حيت هذا الوطن الام، غادي خصك تمثلها بدون شيء بدون مقابل، خصك تقاتل هنا فين كاين والديك وخوتك عمام. اصلا حنا هنا مأزمين بزاف، وتتمع المنتخب قبض 100 مليون لعاب، والبوطه تتمع البوطه بيديروا لها 120 درهم، تتمع الزيت باكيتا تا ولات ب 400 ريال، والله العظيم الا مسكين تقهر هنايا، المعيشه غلات بزاف، هذيك الفلوس بيعطيوها لنا حنا راه ديجا فينا، اما اللعابات المنتخب ما مخصوصينش الحمد لله، راه رزقهم هذاك، يسر لهم الله رزقهم في اوروبا كلهم، ما خاصهم حتى خير، خصهم يجيو يمثلوا الوطن بدون مقابل، هما فرحانين، هما خصهم يتعاونوا مع المنتخب. حشومه كاع هادشي وقع، والله الا حشومه، تنتمناو ليه الخير ان شاء الله والتوفيق ويدوزو من الدور الاول ويفرحونا وينسونا في هاد الفلوس اللي عطاوهم. اودتي لا اله الا الله من هادشي كله، والله العظيم من القضيه محزوقه، الله يجينا شي تاويل تاع الخير. السلام عليكم، حنا سمعنا على المنتخب الوطني اللاعبين خداو 100 مليون لواحد، والناس كاع ما لقاو ما ياكلوا، والناس من كورونا ما خدامين، والاسعار والزيت غاليه، الدقيق غالي، السكر غالي، هادشي راه بزاف، ليسانس غالي، المساكن ما لقاو ما ياكلوا، الناس ما بقاوش لقاو كاع ما ياكلوا الخدمه، وواحد عاتينو 100 مليون يديرها هو في جيبو، حشومه، هادشي حشومه بزاف. نتمناو المنتخب الوطني النجاح، وتنتمناو ليهم التوفيق، وتنتمناو ليهم يبينوا لنا شي حاجه اللي هي زوينه، اللهم يسر. السلام عليكم، انا من ساحه جامع فناء عيساوي. دابا المشكل ديالنا حنايا هو الاسعار ترفتعت بزاف، ولا كلشي ولا غالي، المواد الغذائيه، ليسانس، حنا دابا مقهورين، وتنشوفوا دروكا هاد الحاجز اللي تنسمعوا على اللعابات تيقبضوا 100 مليون، كل لاعب تيقبض 100 مليون، رزقنا ضيع حنايا ياك، إعانة مرتبة، اش بنقول لكم؟ رزقنا تيضيع عليه تيضيع عنا هكاك، وهاد 100 مليون اللي سمعنا على حساب اللعابة عطاوها لهم لجيبهم غير باش يدوروا، ماشي زعما باش يلعبوا ولا شي حاجة، عطاوهم 100 مليون غير باش يدوروا بها في هاد المونديال وهاد الشيء. حنا دابا حنا ضايعين في وسط جامع فينا مقهورين، واش بنقول لك؟ داكشي اللي تنصورو في جامع فينا ما تيقدناش، خصنا الريال الكرا الما والطو زيدها الثاني بليسانس زيدها كلشي غالي، الدقيق الزيت، حنا دابا مقهورين تنتيو 100 درهم 150 درهم في النهار ما تتقدنا حتى في السير ديالنا، وتنسمعوا دابا اللعابه تيقبضوا 100 مليون لواحد ودايرينها في جيبهم وتيدوروا هكاك، لا والله هذا منكر، دابا المنكر ديالنا هو هذا، دابا حنا رزقنا تيضيع الدولة، دابا تنحطوا مواترنا هنايا في وسط جامع فينا تيجي تيقلع توالي الله في سبيل الله، دابا حنا مقهورين دروك اش نصوروا 100 درهم، اش بعد قدتنا في السير ديالنا وولادنا وعندنا ومتبوعين، المشكل هو متبوعين حنايا.